مرحبا. مع تزايد عدد السكان بالعالم ومع قلة المصادر المائية ببعض البلدان، عم تلجأ بعض الدول لاستعمال المياه الموجودة بالخزانات الجوفية. وأثبتت الدراسات أنه بعض هالمصادر ببعض الدول بيحتوي على نسبة إشعاعات عالية بتفوق المستوى المسموح فيه، وهالأمر بيعرض آلاف الناس للخطر وبسبب سرطان الدم والعظم. لهيك ضروري وضع دراسة قبل ما يتم استعمالها. وبالعودة لطقسنا، نبلش أسبوعنا بطقس معتدل نسبياً مسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومعظم المدارس فتحت أبوابها اليوم، وإن شاء الله بتكون سنة مباركة. أما الحرارة معتدلة والرؤية جيدة، رطوبة نسبياً منخفضة إذ تدنت من 80 لل 70 بالمية. البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة 129 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة يلي عم تتراوح ببيروت بين 17 و 30 وفوق الجبال بين 17 و 25، وبالأرز بين 10 و 18، بالبقاع بين 15 و 30، وبجنوب بين 18 و 26 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ونبدأ تحديداً من عكار، حيث عم بتسجل عكار 16، طرابلس 25، جبال 26، بيروت 25، ومن بعدها صيدا 25 وصور 25 درجة، بنت جبال 20، نبطية أيضا 20، بيت الدين 23، برمانة 24، 21 ببعلبك، 14 بالأرز و25 بالهرمل. أما بالنسبة لرطوبة تتراوح بين 45 و 70%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة، ورياح شمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم بكرة وبعد بكرة، مشوفين سوا أنا وياكم. الليلة بتوصل ل 17 وبكرة بين 16 و 29 درجة، ونهار الأربعاء بتوصل ل 29 وأدنيها 16 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا أبو ظبي 36، مسقط 32، طرابلس 25، وأخيرا روما 22 وأثينا 23 درجة. وهيدا كمان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.